طب شو رايك هلا نوقف وتفرجينا جسمك وكيف تعمل عروضات؟ قادر؟ عندك مشكله؟ لا ما عندي. شرفك. يلا عبالي شوفك. كرمالك هيك تشلح؟ لا هيك. انت وهيك؟ ماني جاهز. منك جاهز؟ اه اوكي. طب فيك تعملنا شويه شو هيك على الخفيف؟ مثل كيف مثلا؟ معلش بلا الموسيقى مثلا. مثلا تعبيري كله يعني حلو. اوكي. واو مان كيف؟ هون كله هذا كل ما تبرم ببين عضله معينه. ببين عضله بنرجع كله بدك تبرم. ايه بتبلش حلو على الموسيقى. حلو كيف؟ تفضل محمد بنوت. يعني شو بدي اقول لك غير الله يوفقك مان، وبرجع بقول لك يعني ان شاء الله تلاقي الدعم المطلوب لانه بتستاهل. نحن نحن متشرف فيك ومتشرف بالابطال اللي مثلك، وهلا حابين نقدم لك هديه. بس قبل ما تقدم لي ايه تفضل مشان اقدر نام بالبيت. ايه ما بدي اتشكر مرتي. اه مزبوط شكر مرتك. ايه هذه هي ولا ما بنام بالبيت. اوكي اكيد انا بتشكرها حبيبي. يعني حبيبه قلبي. ايه الله يخليكم يعني لبعض. اديبنا عزك بس بهالكادو البسيط بدنا نقدمه هيك لمحمد. ماشي من قيمته يعني. أوه. ماشي هول هيك بس لتسلى فيهم على التلفزيون. لا انا ونازل بعشق سير الله. 10 كيلو عدس 10 كيلو رز 10 كيلو. تمام. ايه شو رايك فيهم؟ هلا بتسلى فيهم بالنزله. في عجق سير كثير قوي بوصل انا وياهم كيد. محمد يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. انت جايبنا معك كمان اشياء يعني. اول شيء هيدي الصوره لان ما كمان انا ناسي الكاس بالبيت. ايه والله العظيم. لا ما عم فكر. عادل 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 إيه؟ عادل كيف بدي اخلص معه الحلقه. هيدا الكاس وهيدا الكاس على فكره. اوه خلينا نشوفه وسع الكاميرا هون. هيدا الخميس ليوصل ما جايب البحر سباحه الاخ. هيدا إيه؟ كاس ما اعطوني اياه هونيك لانه ذهب. كيف الكاس العالم إيه؟ نفس الشيء لانه أوكي. غالي كثير. يبعثوه لحاله الخميس بيوصل ان شاء الله. هيدا نسيت يوصل بالسلامه. ايه ما شاء الله. وهي انا حبيت اقدم لك اياها لان صراحه حطيت كل عمري لربحت هيدي البطولة يا حبيب قلبي لبنان. عشان هيك قدمت لك هالصورة كلها ذوق. جايب لك دامبل. ايه عشان تتمرن فيها. ايه اكيد. بس تتمرن وتتعب. ايه تشرب 2 سكوب بروتين نص لتر مي. ايه بعد التمرين بتخلص إيه؟ تمرين إيه؟ وبتشرب هيدا مشان يكبر لك عضلاتك. اوكي عظيم. تفضل. ياه ما رح تعرفوني هلا. ايه هذا سبراي. شو هذا السبراي اللي بيحطوه؟ بيسمر الجسم. بيسمر الجسم لان نحن وقت اللي بنطلع على المسرح. اه مش بيبي اويل تدهن. ما في بيبي اويل هذا. هذه يمكن هون بيدهنوها بس هونيك ما في. بعدين بيدهنونا مش بهاي. بشو كيف بيرش السياره؟ بفرد السياره اير براش يعني. نفس الشيء بنوقف يلا سياره مثل حديده وبايره. هي ذاتها بيحددونها. وهي فات برنر للبطل. هيدي فات برنر للفضل مشان ننزل له من حجمه شوي. ها بدك تبلش تستعملها هاي. ليك اتضايق اتضايق. ما هلا جوا عم يقول لي دخيلك. هلا ما عاد بدك. يا حي فات برنر. منيحة منيحة منيحة. يعني هيدا اقل شيء ما رح تعرفوني جمال. يا حبيبي انت يعني انت عم قدمت ما فيه الكفاية. حبيبي. وما فيني اقول غير انه هيدا بطل. حبيبي. وهيدا محمد بنوت. هيدا البطل العالمي ان شاء الله قريبا محمد بنوت. ان شاء الله. وهيدا حكي. تفضل يا محمد.